إذا بلشنا بأول نوع من التحولات اللي بتصير للمادة، نيجي هلا للنوع الثاني. النوع الثاني اللي هو تحول المادة بين الحالتين السائلة والغازية، اللي هو التبخر أو تكاثف، اللي هو تحول المادة من السيولة للحالة الغازية. الحرارة هي اللي بتحول لي المادة من الحالة السائلة للحالة الغازية، بسميها حرارة كامنة للتصعيد. الحرارة الكامنة للتصعيد هي كمية الحرارة اللازمة لتحويل 1 كيلوغرام من المادة من حالة السيولة إلى الحالة الغازية عند درجة الغليان. طيب نيجي الآن للشكل، صفحة 77. عندي بالأول كانت المادة أو المي، هون المادة هي عبارة عن مي، كانت بالحالة السائلة، يعني هون عندي الماء بالحالة السائلة. نطلع على الجزيئات كيف بعيدة عن بعض وقوة الربط بينها ضعيفة، مش زي المادة الصلبة. المادة الصلبة كانت جزيئات متراصة ومتماسكة، وقوة الربط بين جزيئاتها كانت قوية. هون الجزيئات بعدت شوي عن بعض وقوة الربط ما بين هاي الجزيئات كانت ضعيفة. طيب نشوف كيف لما أعطيناها حرارة، هاي الحرارة خلت الجزيئات، أعطت لهاي كل الجزيئات عندي طاقة حرارية. لما أعطتها طاقة حرارية صارت تهتز وصارت برضو تكسر الروابط ما بين كل جزيء والجزيء الآخر، فصارت تعمل على تباعد هاي الجزيئات أكتر عن بعض وخلتها تقريبا بدون روابط، يعني بتكاد هاي الروابط تكون معدومة. هون طبعا الروابط موجودة بس ضعيفة جدا جدا هون بالحالة الغازية. إذا عندي الحرارة اللي أنا أعطيتها هون للمادة عملت عندي على إنه هاي الرابطة اللي موجودة ما بين الجزيء والجزيء اللي جنبه عملت على تكسيرها وخلت الجزيئات تبعد أكتر عن بعض. هاي الحرارة اللي أعطيتها هون للمادة وهي بالحالة السائلة بسميها الحرارة الكامنة للتصعيد. أنا أعطيتها للمادة وهي بالحالة السائلة، بس طبعا أنا ما شفتها ولا شفت تأثيرها على المادة أبدا من حيث درجة الحرارة. يعني هون عندي الميزان اللي بيكون موجود بالوعاء ما ارتفعت درجة حرارته أبدا، فأنا ما حسيت بهاي الحرارة، ما حسيت بالحرارة الكامنة للتصعيد من حيث درجة الحرارة، أنا ما بشوفها. يعني هون ما رفعت لي درجة حرارتها أبدا، يعني هون درجة حرارة الماء 100 سلسيوس، ظلت هون بالحالة الغازية برضو 100 سلسيوس، بس حولت لي المادة من سائلة إلى غازية. طيب كيف بحسب كمية الحرارة اللي لازم أعطيها للمواد مشان أحولهم من الحالة السائلة للحالة الغازية؟ من هذا القانون اللي هو كمية الحرارة لازم لتحويل كمية من السائل إلى بخار أو إلى الحالة الغازية، اللي هو الكتلة ضرب الحرارة الكامنة للتصعيد. هون في عندي كمان تعريف اللي هو درجة الغليان، هي الدرجة التي يمكن المادة أن توجد عندها في حالتي السيولة والغازية معا في حالة اتزان. يعني درجة الغليان بتكون المادة، يعني مثلا لو كان عندي وعاء فيه مي، راح تكون هاي المادة لما توصل لدرجة الغليان بتكون عبارة عن داخلها في لسه عندي المادة بالحالة السائلة وبالحالة الغازية. طيب عندي هون كمان في عندي هذا الرسم البياني، هاي الرسم البياني ببين لي العلاقة ما بين درجة الحرارة والزمن. نشوف بداية كان عندي درجة حرارة عندي اياها بالسلسيوس، كانت بداية عندي اياها 50. طبعا 50 المادة او الماء موجود عندي بالحالة السائلة، اعطيته كمية حرارة، درجة حرارة الميزان عم ترتفع، صارت بعد 4 دقائق وصلت عندي تقريبا 75 سلسيوس، بعدين ارتفعت لحد ما وصلت درجة حرارة الماء اللي هي درجة الغليان. درجة الغليان هون بالضبط بعد 6 دقائق
وصلتها لمية سيليسيوس، بلشت المادة عندي تصير في وضع غليان. بعد ما وصلت هاي كمية الحرارة اللي أعطتها إياها المادة لمية سيليسيوس، عندي ثبتت درجة الحرارة. لما ثبتت درجة الحرارة، إذن الحرارة اللي أنا أعطيتها لهاي المادة بعد 6 دقائق هي حرارة كاملة للتصعيد. ليش؟ لأنه أنا ما شفتها، ما رفعت لي درجة حرارة المادة، أنا فقط إذا لو كنت حاطة ميزان رح تكون درجة حرارة الميزان تضلها ثابتة 100 سيليسيوس. بعد مرور تقريبا هون 10 دقائق 12 دقيقة، هون بيكون آخر جزيء من المادة تحول عندي كله لحالة، ما ضل فيه ولا أي جزيء بالحالة السائلة، بيكون كله تحول عندي للحالة الغازية. طيب هلأ في عندي جدول صفحة 78، هذا الجدول بيبين لي درجات الانصهار، درجات الغليان، والحرارة الكامنة لبعض المواد. طبعا الجدول مقسم لقسمين، هذا القسم اللي هو درجة الانصهار والحرارة الكاملة للانصهار أخذناه لما حولنا المادة من الحالة الصلبة للحالة السائلة، زدنا له درجة الغليان والحرارة الكاملة للتصعيد. عشان نفهم هذا الجدول بطريقة أحسن أو يكون علينا أسهل، خلينا نمثله عن طريق رسم. يعني طيب بداية رح ناخد مادة هي النحاس، رح ناخد مثلا النحاس، رح ناخد 1 كيلوغرام من النحاس. إذا المادة الموجودة عندي يا هون نحاس، كانت عبارة عن نحاس كتلتها 1 كيلوغرام. طيب أول إشي كان في عندي عينة من النحاس، النحاس كان أول إشي بالحالة الصلبة، بالحالة الصلبة الجزيئات شو بتكون؟ بتكون متراصة قريبة جدا من بعضها، لأن قوة الربط بيناتها بتكون عالية أو كبيرة، فالجزيئات بتكون قريبة جدا من بعض. نفرض أن درجة الحرارة بالبداية كانت للنحاس 100 سيليسيوس، أنا النحاس أعطيته كمية حرارة، هذا النحاس أنا أعطيته كمية حرارة، رح أسميها كمية الحرارة الأولى. هاي كمية الحرارة الأولى رفعت لي درجة حرارة النحاس خلت لي إياها وصلتها لدرجة الانصهار، يعني صارت درجة حرارة النحاس عندي 1083 سيليسيوس، بس ما زال النحاس بالحالة الصلبة، يعني جزيئات برضو ما زالت قريبة من بعض، لكن الحرارة اللي أنا أعطيتها إياها شو عملت في الجزيئات هاي؟ خلتها تهتز لكن في موضعها، يعني هاي الجزيئات تاعت النحاس بالمادة الصلبة صارت تهتز، كلها صارت تهتز، فخلت لي الحرارة هاي اللي أعطتها أنا هاي لمادة النحاس رفعت لي درجة حرارتها درجة الانصهار، وجزيئات بداخلها صار إلها طاقة حركية نتيجة الحرارة اللي أعطيتها إياها، بلشت تتكسر في الروابط اللي هي كانت موجودة عندي هون، هاي الحرارة بلشت تتكسر بالروابط، فصار الجزيء بما أنه أنا أعطيته حرارة صار يهتز فصار يتحرك. طيب رجعت أنا أعطيت كمان كمية حرارة رح أسميها 2، كمية الحرارة الثانية، كمية الحرارة الثانية خلت لي هذا جزيء النحاس أو مادة النحاس، خلت لي درجة الحرارة ما تغيرت،
يعني أنا ما شفت أي تغير في درجة الحرارة، لكن حولت لي المادة لحالة سائلة. يعني شو صار بالجزيئات؟ صارت أبعد، خلت لي الجزيئات متباعدة. لكن هل كمية الحرارة هاي التانية اللي أنا أعطيتها إياها غيرت في درجة الحرارة؟ لا، أنا ما شفتها، ما شفت هاي الحرارة أو كمية الحرارة اللي أنا أعطيتها إياها بأنها رفعت لي درجة حرارة هاي المادة، بس حولت لي إياها من حالة صلبة لحالة سائلة نتيجة إني كسرت الروابط، فروابط هاي المادة بعدت عن بعضها وخلتها متباعدة، فحولت لي إياها لحالة سائلة. طيب رجعت أنا أعطيت كمان كمية حرارة، أسميها كمية الحرارة رقم 3. هاي كمية الحرارة شو عملت عندي بالمادة؟ وصلت لي إياها لدرجة الغليان، درجة الغليان اللي هي 2562. لكن ما زالت المادة بالحالة السائلة، بس أنا الحرارة اللي أعطيتها إياها شو عملت عندي بالجزيئات؟ بلشت تتكسر. طبعا هون الروابط ضعيفة، هون الروابط عندي إياها بالحالة السائلة ضعيفة، شو عملت عندي هون؟ بلشت تتكسر بهاي الروابط، فالجزيئات برضو صارت تهتز، صارت عندي تهتز، ولكن الروابط اللي بيناتها بلشت هاي الحرارة تكسر فيها، فراح تبعدها عن بعض أكتر. لما تبعدها عن بعض أكتر بتصير الروابط تقريبا شبه معدومة. يعني كمية الحرارة اللي هي رقم 3 أنا اللي أعطيتها للمادة كانت بالحالة السائلة، رفعت لي إياها لدرجة الغليان اللي هي لدرجة حرارة 2562، كسرت عندي الروابط اللي هي تكون روابط ضعيفة، كسرت لي إياها وخلتها، يعني الجزيء لما يكون مربوط مع جزيء آخر برابطة ضعيفة وتنكسر رح يبتعد جدا عن الجزيء اللي جنبه. فهون لما يجي تتكسر الروابط، أنا بعد ما أعطيه كمان كمية حرارة رح أعطيه كمان كمية حرارة، رح أسميها كمية حرارة رقم 4. كمية الحرارة هاي اللي أعطيته إياها إيش رح تعمل بالمادة؟ راح تحول المادة للحالة الغازية، لكن درجة حرارة المادة راح تظل 2562 سلسيوس. يعني أنا هاي الحرارة ما شفتها، ما شفت تأثيرها على درجة حرارة المادة، بس حولت لي كل المادة من حالة سائلة لحالة غازية. هون شو صار بالجزيئات؟ تباعدت جدا عن بعض، صارت الجزيئات جدا بعيدة عن بعض في الحالة الغازية. إذا إحنا هون شرحنا الجدول، ولكن بطريقة أخرى اللي هي عن طريق الرسم. طيب إذا عندي هون تحولات المادة، حكينا عبارة عن تنتين اللي هي تحول المادة من الحالة الصلبة للحالة السائلة، تحول المادة من الحالة السائلة للحالة الغازية. تحول المادة من الحالة الصلبة للحالة السائلة بصير عن طريق خطوتين اللي هي من الصلبة للصلبة، لكن بيصير عندي تغير في درجة الحرارة بتوصلها لدرجة الانصهار، إذن هاي بتسميها درجة الانصهار. وعندي تحول المادة من الحالة الصلبة للحالة السائلة، لكن درجة الحرارة بتضل ثابتة. إذن هون طالما عندي درجة الحرارة ثابتة وما تغيرت، هاي كمية الحرارة بسميها، بما إنه أنا ما شفت أي تغيير، كانت كمية الحرارة مش مبينة عندي، بسميها الحرارة الكامنة للانصهار. وأكم كميتها للنحاس؟ للنحاس هي 2.9% ضرب 10^5 جول. يعني هون عندي كمية الحرارة كانت عبارة عن 2.9 × 10^5 جول. هاي هي المرحلة الأولى يلي بيتم فيها تحول المادة من الحالة الصلبة للحالة السائلة. طيب هون أنا عرفت كيف بحسب كمية الحرارة، اللي هي عن طريق القانون اللي هو حكينا كمية الحرارة بيساوي للكتلة ضرب الحرارة الكامنة للانصهار.
حكينا شرط استخدام هذا القانون انه اشوف انه الحرارة ظلت عندي ثابتة ما تغيرت، وهون عندي الحرارة ما تغيرت. طيب كمية الحرارة الاولى كيف بحسبها؟ كمية الحرارة الاولى طبعا صار في عندي تغير في درجة الحرارة، كيف بحسبها؟ بحكي كمية الحرارة بتساوي على القانون اللي اخذناه في بداية الوحدة أو في الفصل السابق اللي هو الكتلة ضرب الحرارة النوعية للمادة ضرب التغير في درجة الحرارة اللي هي درجة الحرارة النهائية ناقص درجة الحرارة البدائية. نفس الخطوات رح تصير في اللي هو تحول المادة من الحالة السائلة للحالة الغازية، اللي هو بتكون عندي سائلة بعطيها كمية حرارة بوصلها لدرجة الغليان، هاي اسمها درجة الغليان، هون هاي درجة الغليان عندي. بعدين بحول المادة، هون عندي صار في تغير في درجة الحرارة، صار في عندي تغير في درجة الحرارة، إذا كمية الحرارة الثالثة كيف بحسبها؟ بحسبها عن طريق القانون، كمية الحرارة بتساوي للكتلة ضرب الحرارة النوعية ضرب دلتا دال. ليش استعملت هذا القانون؟ لأنه صار في عندي تغير، أنا شفت الفرق في التغير في درجة الحرارة، إذا بستعمل هذا القانون، لأنه قانون الحرارة الكاملة للتصعيد برضو شرط في ثبوت درجة حرارة المادة. طيب نيجي لآخر خطوة، هو الخطوة الثانية، هي خلصنا من الخطوة الأولى وعرفنا كيف نحسب كمية الحرارة، نيجي الآن للخطوة الثانية. الخطوة الثانية اللي هي كمية الحرارة رقم 4 حولت لي المادة من حالة سائلة لحالة غازية، لكن درجة الحرارة ظلت ثابتة عندي، فهاي الحرارة بسميها الحرارة الكامنة للتصعيد، هاي الحرارة الكامنة للتصعيد. قيمتها عندي هي بالجدول اللي هي 4.73 في 10^6، قوة 6 جول. طبعا كيف بحسبها؟ إذا تغيرت عندي الكتلة، هون الكتلة لكل 1 كيلوغرام، هذا الرقم إذا كان عندي المادة كتلتها 1 كيلوغرام. طيب إذا تغيرت الكتلة كيف بحسبها؟ هي الكتلة ضرب الحرارة الكامنة للتصعيد. ليش بسميها كامنة؟ لأنها زي ما تكون متخبية، أنا ما بشوفها، ما بشوف أي، ما بتحدث عندي تغيير ملحوظ أو أنا بشوفه، عشان هيك بسميها كامنة. يعني أي لما أشوف أي مادة ما تغيرت فيها درجة الحرارة بقيت ثابتة، فكمية الحرارة يلي أنا بعطيها للمادة اسمها كامنة. عندي مثال 7 آلات، احسب كمية الحرارة اللازمة لتحويل كتلة 2 كيلوغرام من الماء درجة حرارتها 10 سلسيوس، يعني بداية كان في عندي كمية من الماء، الماء كتلتها 2 كيلوغرام، درجة حرارتها البدائية كانت 10 سلسيوس، بصورة كاملة إلى بخار ماء درجة حرارته 100 سلسيوس، يعني بداية كانت عندي المادة بالحالة السائلة. كانت عندي إياها بالحالة السائلة، الحالة السائلة الجزيئات بتكون ضعيفة متباعدة شوي عن بعض، والروابط ما بينها بتكون ضعيفة. بداية كانت عندي درجة حرارتها 10 سلسيوس، بدي أحولها لحالة غازية. أول إشي بدي أعطيها كمية حرارة، طبعا بتصير حكينا التحول بيصير عندي بخطوتين، كمية حرارة 1 أولى، شو بتعملها كمية الحرارة؟ بترفع لي درجة حرارة الماء لدرجة الغليان،
بس المادة بتضلها عندي بتضلها لساتها بالحالة السائلة، لكن ترفع لي درجة غليان الماء. طبعا عندي اياه الماء درجة غليانه 100 سلسيوس، فعندي درجة حرارة المادة أو الماء صارت 100 سلسيوس، وخلت لي هدول الجزيئات يبتعدوا عن بعض، أو بلشت هاي الكمية الحرارة بلشت تتكسر بالروابط الموجودة بين جزيئات المادة السائلة. مشان تحولي لي إياها عشان أرجع أعطيها كمية حرارة اللي هي رقم 2، تحول هاي المادة أو الماء للحالة الغازية اللي هي طبعا بدها تصير بخار ماء. ظلت درجة الحرارة 100، لكن الجزيئات تباعدت لأنها صارت بالحالة الغازية. إذا قبل ما نبلش بحل السؤال، بلاحظ إنه عندي هون كميتين حرارة أنا أعطيتهم للمادة عشان أحولها من الحالة السائلة للحالة الغازية. بداية كمية الحرارة اللي أعطيتها للمادة شفت أنا فرق غيرت لي في درجة الحرارة، إذا صار في عندي تغير في درجة الحرارة. إذا كمية الحرارة الأولى هون راح تكون بحسبها عن طريق كمية الحرارة بتساوي كتلة ضرب الحرارة النوعية للمادة ضرب دلتا دال. أما كمية الحرارة اللي أنا ما شفت تغييرها بعيني، يعني ما لاحظت ارتفاع درجة حرارة المادة، هي راح تكون عبارة عن كمية الحرارة الكامنة للتصعيد اللي هي بحسبها عن طريق بتساوي الكتلة ضرب الحرارة الكامنة للتصعيد. إذن هون عندي كمية الحرارة الكلية هي كمية الحرارة الأولى 1 زائد كمية الحرارة الثانية. كمية الحرارة الأولى اللي هي إيش بتكون عندي؟ بتكون عندي اللي هي كمية الحرارة اللازمة لتسخين الماء اللي هي هون اللي صارت عندي هون رقم 1، لتسخين الماء من 10 سلسيوس ل 100 سلسيوس اللي هي درجة الغليان. أنا لازم أوصلها لدرجة الغليان عشان تبلش تتحول عندي للحالة الغازية. طيب كمية الحرارة الثانية اللي هي هاي 1، الثانية اللي هي كمية الحرارة اللازمة لتحويل الماء من سائل إلى بخار. طبعا مع بقاء درجة الحرارة ثابتة اللي هي 100 سلسيوس. طيب نبلش عندي هون كمية الحرارة اللازمة لتسخين الماء من 10 سلسيوس ل 100 سلسيوس اللي هي الأولى، كنا نطبق قانون اللي هو الكتلة ضرب الحرارة النوعية ضرب التغير في درجة الحرارة. إذا كمية الحرارة راح تكون الكتلة ضرب الحرارة النوعية ضرب دلتا دال. دلتا دال هي عبارة عن دال 2 ناقص دال 1. الكتلة أعطاني إياها 2، الحرارة النوعية لا الماء اللي هي باخدها من الجدول عبارة عن 4200 ضرب التغير في درجة الحرارة اللي هي درجة الحرارة النهائية كانت 100 ناقص درجة الحرارة البدائية اللي هي 10. بتطلع عندي 7.56 × 10^5 جول. طيب نيجي الآن لكمية الحرارة لازم لتحويل الماء من سائل إلى بخار.
اللي هي حكينا هي هون كمية الحرارة اللي هي الكتلة ضرب الحرارة الكاملة للتصعيد، اللي هي كمية الحرارة عندي في هاي الحالة اللي هي الكتلة ضرب الحرارة الكامنة للتصعيد، وهذا الرقم بجيبه من الجدول اللي هي الكتلتين ضرب الحرارة الكامنة للتصعيد للماء اللي هو 2.26 × 10^6، بتطلع عندي 4.52 × 10^6 جول. طيب وكمية الحرارة الكلية اللي هي كمية الحرارة الأولى زائد كمية الحرارة الثانية، باجي بجمعهم بحكي كمية الحرارة الكلية اللي هي كمية الحرارة الأولى زائد كمية الحرارة الثانية بتساوي عندي طبعا هون بخلي الأسس متشابهة للعشرة لسهولة الجمع. نيجي هون منقرب الفاصلة منزلة، بتصير 756 × 10^6 زائد 4.52 × 10^6 بتنزل 10^6، وبجمع الرقمين تطلع معي 5.276 × 10^6 جول.